يمكن شفنا الصف بغيب يمكن ما شو بعرفني الطلاب زهقت قرفت شو بعرفني على كل حال الراديو اكتيفيتي في عندي شيء بهذا الشكل هيدي الاكس اي زد بتعرفوها لهيدي بالكيمستري اوكي الاي شو بسميها الاي ماس هي الماس نمبر او هي النمبر اوف نيوكليونز نمبر اوف نيوكليونز طبعا نمبر اوف نيوكليونز يعني هي النمبر اوف بروتونز يعني هي النمبر اوف بروتونز اللي هي الزد زائد النمبر اوف شو نيوترونز يعني في يقول الاي بيساوي زد بلس ان اوكي الزد اللي تحت هذه شو النمبر اوف وات او شو بنسميها اول شيء اتوميك نمبر اتوميك نمبر هلا عاده بالفيزيكس نحن بنسميها تشارج نمبر وهي بتكون نمبر اوف بروتونز بتكون النمبر اوف بروتونز اوكي هلا اذا بدي اجيب النمبر اوف نيوترونز الان شو بيساوي الان بيساوي a ماينس z هيك بنكتبها هلا هي بالنسبة للريبريزنتيشن النيوكلايد هي موجودة عندكم بالبي دي اف بدنا ما بدنا نحفظها يعني هي ممكن تجي ديفينيشن ديفاين ان نيوكلايد هي سيت اوف اتومز هافينج ذا سيم ماس نمبر يعني سيم اي وسيم اتوميك نمبر اللي هو سيم يعني سيم سيت اوكي بدنا نحفظها هي طيب الايزوتوبس بتعرفوا انتم الايزوتوبس كمان هذه كتير مهمة يعني ممكن تجي بالامتحان هن نيوكلايدز that have the same atomic number يعني عندهم same Z but different mass number يعني different A اوكي كمان هذه بدنا نحفظها على كل حال بس بعطي لكم PDF بعلم لكم عليها يعني مثلا example مثل ال NA2311 وال NA2211 طيب هودي ليش بقول عنهم isotopes لانه عندهم نفس الزد اوكي but different mass number لانه هيدي اللي فوق هي A واللي تحت هي الزد فبنلاحظ انه الزد هو نفسه بس الA مختلفه فكرمال هيك بنسميهم نحن isotopes اوكي هذه شو بدي فيها خلينا نحل هذا الابلكيشن عندي هذا الاكسجين عنده 16 و8 هلا بس يقول لي what are the constituents of the nucleus يعني شو المقصود هون بدي اطلع بدي اطلع number of protons اللي هو Z والnumber of number of شو neutrons اللي هي ال N اوكي طيب يلا خلينا نطلع number of protons اول شيء اول شيء هذا ال 16 اللي فوق شو هي هي اي ولا زد هذا ال اي هذه اي بتساوي 16 واللي تحت الزد واللي تحت هي الزد طيب يعني الزد ايكوال 8 اتوميك نمبر اتوميك نمبر يعني هذه عرفت من الزد انا عرفت النمبر اوف بروتونز عرفت النمبر اوف بروتونز طيب النيوترونز منطبق على القاعده ان ايكوال اي ماينس زد بنقول الان بيساوي a minus z يعني 16 minus 8 بيساوي 8 شو نيوترونز هيك كون انا طلعت النمبر اوف بروتونز والنمبر اوف نيوترونز هلا ال O16 8 وال O18 8 are called isotopes ليه بنسميهم isotopes لانه same atomic number different بالضبط عندهم same atomic number اللي هو 8 but different mass نمبر اوكي كرمال هيك بنسميهم ايزوتوبس طيب الراديو اكتيفيتي كمان هذا الديفينيشن كثير مهم يا استاذ بدنا نحفظه اوكي هو سبونتينيوس ترانسفورميشن يعني تحول تلقائي من تلقاء نفسه ترانسفورميشن او بسموها ديكاينج او ديسنتجريشن اوف ا نيوكليوس انتو انذر وان وذ ذا ايميشن اوف ا راديو اكتيف راديشن اور بارتيكلز هذه بدنا نحفظها كثير مهمه
هلا شو يعني هي اذا بدي اكتبها كمعادله كايكويشن؟ يعني اذا في عندي مثلا اكس عنده اتوميك ماس نمبر اي عفوا ماس نمبر اي واتوميك وعنده اتوميك نمبر زد، هذا من تلقاء نفسه لانه هذا بنسميه نحن راديو اكتيف نيوكليس. هلا امتين بيكون النيوكليس راديو اكتيف؟ لما من تلقاء نفسه بيتحول لشيء ثاني، مثلا واي اي برايم عندها اي برايم عندها زد برايم، مش حسميهم نفس الشيء لانه حيختلفوا، زائد بالاضافه حتعطيني راديشنز. ماشي، هاي بدنا نحفظها، بدنا نحفظها لانه كمان حتجي بالامتحان. استاذ بس ابعث لنا البي دي اف علم لنا عيال الحفظ. اي الحفظ، اي اكيد اكيد. هلا الراديشنز يا استاذ، هودي شو بدي فيهم؟ الراديشنز ممكن يكونوا عندي ثلاث اشياء راديشنز ممكن يطلعوا من راديو اكتيف نيوكليس. في عندي شيء اسمه الفا راديشن، الفا راديشن. في عندي شيء اسمه بيتا بلس راديشن، في شيء عندي اسمه بيتا ماينس راديشن. اوكي، هلا كل وحده من هودي عندها سيمبل خاص فيها. يعني مثلا الالفا كيف سيمبل لها؟ هي اتش اي 4 2. البيتا بلس هودي بدنا نحفظهم كمان السيمبلز. البيتا بلس هي اي 0 plus 1، اما البيتا ماينس بتنكتب بهذا الشكل اي 0 فوق وماينس 1 تحت. اوكي، هلا هذه الاكس اي زد اللي بتكون موجوده هون، هذه بنسميها نحن بيرنت نيوكليس، هذه بنسميها بيرنت نيوكليس. ال Y A prime Z prime هذه بنسميها daughter nucleus، هذه بنسميها daughter nucleus. وطبعا هوديك الراديشنز صاروا معروفين، راديشنز ممكن يكونوا ألفا راديشن أو بيتا بلس راديشن أو بيتا ماينس راديشن. الألفا راديشن إني عبارة عن هيليوم nucleus هي H E 4 4 2 تحت، بيتا بلس هي بنسميها بوزيترون، كل حد حاعطيكم هودي الاسماء بقول لكم عنهم 0 بلس 1، والبيتا ماينس هي اي 0 ماينس 1. ماشي الحل لحد هلا؟ يعني هولي كتبتهم بالاحمر بدنا ندرسهم نحفظهم يعني؟ بدنا نحفظهم بالضبط. اوكي، خليني فوت مثلا على ال بيانات الصفحات دي نكون شيك. فاتفقنا نحن الراديو اكتيفيتي، شو تعريف الراديو اكتيفيتي؟ هي سبونتينيوس ترانسفورميشن اوف ا نيوكليوس انتو انذر وان، اوكي، وذ ذا اميشن اوف the emission of radiations. اوكي، هلا اذا بدي اكتبها كايكويشن، يعني مثلا هذا النيوكليوس اللي هو الراديو اكتيف نيوكليوس بسميه اكس اي زد،
هذا بنسميه البيرنت نيوكليوس. بنسميه البيرنت نيوكليوس. بيتحول ل من تلقاء نفسه بيتحول لشيء ثاني مثلا سميه واي. مثلا واي عندها A prime وZ prime زائد radiations زائد حيعطيني كمان radiations. هذا اللي بنسميهم نحن المواد المشعة، يعني radioactivity مواد مشعة. هلا الراديشنز طبعا هذه بنسميها الدوتر نيوكليس. الراديشنز مثل ما اتفقنا الراديشنز هن كم نوع؟ نعم استاذ الانترنت مش منيح مالك فصلت ماشي استاذ الراديشن ادى له علامات بالامتحان على شيء 5 علامات 6 علامات راديو اكتيفيتي. ما هلا بتشوفها سهله يعني مش صعبه بس حل عليها شيء سؤال. الراديشنز يا مصطفى هن 3 اشياء ممكن يكونوا الفا راديشنز ممكن نسميه ممكن يكونوا بيتا بلس راديشنز وممكن نسميها بيتا ماينس راديشنز. هلا الالفا راديشنز اذا بدي اقول النيم لكل وحده مثلا الالفا راديشنز شو اسمها؟ اسمها هيليوم نيوكليوس. البيتا بلس راديشنز هدول بيسموهم بوزيترونز. البيتا ماينس راديشنز بيسموهم الكترونز. هيك نيم كسيمبل لكل وحدة الرمز كل وحدة الهيليوم نيوكليوس هو HE42 البوزيترونز هن E0 plus 1 والإلكترونز هن E04 وماينس 1 تحت. أوكي هلا إذا بدي أحكي كتشارج لكل وحدة الهيليوم نيوكليوس هي positively charged هي positive charged. البوزيترونز بما انه هون عندي بلس يعني كمان بوزيتيف تشارج اما الالكترونز هن نيجاتيف تشارج. هلا بالنسبه لقوه الاختراق اللي بنسميها نحن البينتريتنج باور بينتريتنج باور قديش قوه اختراقهم شو اسمه الالفا راديشنز قوه الاختراق عندهم ضعيفه يعني بنسميها عندها لو بينتريتنج باور. البيتا بلس راديشنز عندها good penetrating power وهذا كمان good penetrating power. اوكي فالبيتا بلس والبيتا ماينس قوة اختراقهم اكبر من قوة اختراق الالفا راديشنز. هذا التيبل كتير مهم انه نحفظه ماشي. هذا كتير مهم انه نحفظه اذا بتكون تعملوا له مثلا سكرين شوت سجلوه عندكم بيكون منيح. ماشي استاذ لحد هلا؟ ايه طيب بنكفي هود الافكار الرئيسيه اللي عم بقول لكم عنهم هود اللي بيجوا بالامتحان. على كل حال هلا بس نحل عليهم بتلاقيهم كثير سهلين. استاذ بس سؤال ايه استاذ هون كتبتهم هود اللو والجود شنو هو؟ ايه هود اللي كنت عم بحكي عنهم قوه الاختراق قوه اختراقهم هود يعني قديش ممكن نكتب حاطط وحدة بلاس للجود وحدة ماينس للجود. لا انا عم بحكي هون كتشارج كتشارج ما له علاقه بالبينتريتنج باور. هون كتشارج عم بحكي بالنسبه للتشارج لكل وحده شو التشارج لكل وحده. للالفا هي بوزيتيف بيتا بلس هي بوزيتيف بيتا ماينس هي نيجاتيف. اوكي هو هو كل وحده لحالها عم بحكيهم هي لحالها والسمبول كمان لحال والنيمز كمان لحال ماشي. هلا بالنسبة للبينتريتنج باور اللي هي قوة الاختراق قوة الاختراق نسميها الالفا راديشنز ما بيخترقوا كتير بالأجسام يعني قوة اختراقهم ضعيفة. أما البيتا بلس راديشنز والبيتا ماينس راديشنز قوة اختراقهم أقوى من الألفا راديشنز يعني جود جيدة
اوكي يعني هون اللي بدي اعرفهم بس مش اكثر من هيك. اوكي يا بدي كفي. هلا في عندي شيء مثلا كثير مهم بستخدمه كمان بالامتحان اللي هن بنسميهم السوديز لوز. شو يعني السوديز لوز؟ هلا نحن قلنا الراديو اكتيفيتي هو عباره عن شو؟ عباره عن انه في عندي راديو اكتيف نيوكليوس اسمه اكس اي زد بيرنت نيوكليوس بيتحول من تلقاء نفسه يعني هي بالطبيعه موجوده بيتحول لنيوكليوس ثاني اسمه اي واي اي برايم زد برايم زائد راديشن مثلا خليني اسمي هذا الراديشن لنقول خليني اسميها مثلا اتش اي لنعتبر انه الفا راديشن اتش اي 42 اوكي هلا شو بيقول لي السوديز لوز بيقول لي انه العدد اللي هون لازم شو يساوي لازم يساوي جمع العدد اللي هون زائد العدد اللي هون يعني قبل السهم لازم يساوي جمع اللي بعد السهم يعني في يقول هون في السوديز لوز هن اثنين في عندي law of conservation of mass number طبعا الاي عم بحكي يعني شو يعني law of conservation of mass number يعني انه mass number العدد هذا محفوظ يعني اذا كان هون في عندي 20 for example لازم من الجهة الثانية كمان يكون في عندي قديش جمع 20 فإذا law of conservation of mass number بدي أقول إنه الـ A قبل السهم لازم يساوي كل شيء من بعد السهم اللي هو A prime plus 4 يعني طبعاً أنا عم بحكي عن اللي فوق أوكي هلأ إذا بدي أحكي عن اللي تحت يعني بدي أقول الـ law of conservation of atomic number شو يعني law of conservation of atomic number يعني عم بحكي عن الزب الزد هون شو بدي اقول الزد اللي قبل السهم لازم يساوي شو اللي بعد السهم يعني زد برايم بلس 2 اوكي يعني هذا بدي استخدمه لهول السوديز السوديز لوز اوكي بنحل عليهم سؤال حتى نفهمهم اكثر يلا بنحل سؤال هي سؤال رقم 5 حابعت لكم اياه كمان على كل حال اوكي اعطيني هون تو نيوكليير ايكويشنز مش عايزين لا هلا بتشوفهم سهلين ليك عندي هيدي ايكويشن 1 وهيدي ايكويشن 2 خليني احكي عن الايكويشن 1 اول شيء شو بدي بالايكويشن 2 احكي عن ال1 عم بيقول لي هون determine A1 and Z1 by applying the convenient laws يعني شو يعني by applying the convenient laws يعني by applying Soddy's Soddy's law Soddy's laws بالضبط طيب شو هن Soddy's laws طبعا هلا بالامتحان انت بتقول apply Soddy's laws شو هو اول law هو law of conservation of mass number خلينا نحكي عن اللي فوق of mass number طيب عم بحكي عن الايكويشن 1 انا ايه هذا الايكويشن 2 شو بدي فيها انه هو محدد ال1 طيب شو بدنا نقول يا استاذ هون عم بحكي عن اللي فوق انا عن اللي فوق بنقول زد زد بتساوي زد برايم بلس a1 طيب ما في عندي ارقام هلا انا عم بحكي عن اللي فوق الماس نمبر اللي هو اللي الارقام يا استاذ مش عم نحط يعني 235 بتساوي 231 زائد اي 1 100 نرجع بنجيب الارقام عمايلي والاي 1 عمايلي بالضبط شفت كيف يعني كل شيء قبل السهم لازم يساوي كل شيء من بعد السهم فانا عم بحكي عن اللي فوق عن الماس نمبر فهون شو بقول هون انا اول شيء الاكس والواي تطلع 4 بياخذ ال 235 ناقص 231 بياخذها لهذيك الجهه بيساوي A1 يعني ال A1 شو بيساوي 4 اوكي طيب هلا اذا بدي اشتغل على اللي تحت بس زاد نفس الشيء
نفس الشيء اللي تحت بقول مش conservation of mass number بدي اقول of conservation of شو atomic number of atomic number لانه اللي زاد اسمه نفس الشيء يا استاذ ما فينا ننقص صغره هلا هلا اكتبهم هيك احسن لانه كل شيء عليه علامات هلا قل لي يا مصطفى مثلا اذا بدي اطبق اللي هو conservation of atomic number 92 ايوه شو بيساوي 92 equal 90 plus z1 يعني z1 بيساوي فيك تقول z1 دغري بيساوي 2 شفت كيف هذا هو السودز لوز يعني هذا البارتيكل اكس البارتيكل اكس سهلة هيدي البارتيكل اكس شو طلعت يعني اذا بدي احط محل الاي 1 شو بحط الاي 1 بنحط محله 4 والزد 1 بنحط محله 2 هذه محله 2 تمام صحيح طيب هلا هون بنفس السؤال عم بيقول لي ديديوس ذا نيم اند ذا سيمبل اوف ذا بارتيكل اكس يعني بدي اشوف هذا البارتيكل اكس شو اسمه اتش اي ايوه ما انا احنا هيليوم. نحن اتفقنا الراديشنز ما هن ثلاثه ما بيجيش غيرهم يعني في عندي شيء اسمه الفا بارتيكل اللي هن اتش اي 42 يعني هيليوم نيوكليس في عندي شيء اسمه بيتا بلس وفي عندي شيء اسمه بيتا ماينس هذا شو اسمه يا استاذ هيليوم نيوكليس هذا شو اسمه بدنا نحفظهم يعني طبعا هذا اسمه بوزيترون وهذا اسمه الكترون طيب هلا هيدي اذا بدي اعرف اسمها شو اسمها هيدي مين بتشبه هاي شو بتشبه الهيليوم هاي بتشبه بالضبط يعني معناتها هيدا الاكس 42 هي الهيليوم هو الاتش اي 42 والنيم هي طبعا هذا السيمبول عم بكتب هذا السيمبول وبالنسبه للنيم شو اسمه لهذا اسمه هيليوم لا خلينا نسميها هيليوم نيوكليس شفت كيف بهذه الطريقه سهله ولا صعبه لا سهله سهله اوكي طيب انا شو بدي فيهم هذه انا كتبتهم طيب في عندنا اللو تاني غير الكونزرفيشن لا لا بس خذي law of conservation of mass number واللو of conservation of atomic number هو هن اللي بيجوا بس ماشي هلا تاني فرع شو عم بيقول لي indicate the type of the radioactive decay هلا radioactive decay هن ثلاثة يا بنسميه الفا ديكي يا بيتا يا بلس بيتا بلس ديكي بيتا ماينس او بيتا ماينس ديكي او جاما جاما شو بدي فيها مش رح نجيبها بالامتحان ماشي بس انتوا ركزوا على هول الثلاثه تمام الالفا ديكي هي طبعا هي الاتش اي هي الاتش اي 42 يعني لما يطلع عندي انا اتش اي 42 يعني معناتها هيدي الديكي هي الفا ديكي امتين بعرف انه هيدي التايب بيكون بيتا بلس ديكي لما يكون في عندي اي 0 بلس 0 ماينس 1 واللي تحت لما يكون في عندي اي 0 ماينس 1 طيب هيدي الايكويشن 1 هيدي مش طلعت معي انا طلعتها واشتغلتها طلعت معي هيليوم نيوكليس اتش اي 42 يعني الفا ديكي يعني معناتها هيدي راديو اكتيف ديكي هي الفا ديكي ماشي الحال كيف يعني هي بتطلع زيرو بالحال ولا كيف لا لا هو اسمه الديكي يعني شو التايب لهذا الديكي لهذا الترانسفورميشن اللي صارت شو اسمها اسمها الفا ديكي لانه طلع منها اتش اي 42 اللي هن يهودي بنسميهم اتش اي 42 هن بنسميهم الفا ديكي اذا طلع محل ال اتش اي 42 مثلا يا مصطفى طلع مثلا اي 0 بلس 1 ساعتها هيدي الديكي شو مسميها هيدي بيتا بلس ديكي هيدي بيتا بلس ديكي
وإذا طلعت E0 minus 1 بيطلع معي هذا النوع الديكي بيكون بيتا minus decay. أوكي طيب إذا قال لي عطيني اثنين properties لهذا البارتيكل X، اثنين خصائص. طبعا البارتيكل X قلنا هي HE شو 4 2. هلا شو يعني properties؟ يعني أول شيء هل هي positively charged ولا negatively charged؟ positively charged. وشو قلنا عن ال penetrating power لل HE لل alpha decay؟ شو قلنا عنه؟ low ولا good؟ low penetrating power. فهو هن اللي بيطلبوهم منكم. شوف كيف ملاقي الموضوع على سهلين. Is this figured out part 3؟ part 3 هودي 2 properties بتكوني انت حافظتيهم. 2 properties للهيليوم نيوكليوس هي بتكون اول شيء positively charged.